السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع متابعي قناة صدقة الجارية مازن موريا، أهلا وسهلا بكم في لقاء آخر. إن شاء الله يتقبل الله منكم جميع الأعمال، تقبل الله منكم الصيام والقيام. اللهم يا ربي اجعلنا من تتقبل منهم أعمالهم يا أرحم الراحمين أجمعين، كل المتتبعين وكل المؤمنين وكل إن شاء الله تعالى. اليوم كيف كتشوفوا غنحاولوا نديروا عجائن بالخضر، الخضر اللي ركزت عليها القرعة وخيط، هادو هما الخضر اللي ركزت عليها. غنحاولو نديرو شكيلات نشكلو ان شاء الله تعالى بإذن الواحد الأحد. داك الرغبة وديك لونفي ديال أن كنزوقو نقاد مبقاتش عندي أنا، بعدا مبقاش عندي أنا، هادي صافي لونطون، ولكن غنحاولو أننا نديرو بحساب الوليدات أنهم إن شاء الله يحاولوا ياكلوا الخضرة. عندنا هنا العجينة، هي عجينة صوبتها بالفينو، ماشي بالفورس، يعني مغشكون، ماشي بالفورس، ماشي بالدقيق الممتاز، يعني مغشكون ديك القطنية القطنية القطنية، لا هادي بالفينو، يعني فيها شوية الفائدة أكثر. عندنا الخضر هادو حكيتهم بالطريقة المعتادة، حكيتهم بالطريقة المعتادة بهاد الحكاكة، ها هما باش كنحصل على هاد النتيجة. غنطيبو هادو في المقلة بالتوابل كاملة وبشوية ديال البابريكا كذلك اللي شوية حارة، توابل كاملة، وغنسمهم إن شاء الله بلانشوبة عندي مرقدة، يعني غنديرها وحيدو على جوج باش يديرو التنسيم، الدور ديال المنسمات غنحاول نديرو طبيعي. عندي هاد لي دوائر، القرعة لي دوائر قطعتها بهاد الطريقة بهاد الموسادة. عندي هاد القرعة لي هكذا بهاد الشكل قطعتها بهاد اللي كيديرو بيه خيزو، هنا كيقولو لي ديال خيزو بلا كاروطي، سميتو المغرب كيقولو لهم بأنه كيديروه البطاطا، ها هو هذا. هادي الحمد لله وشكر الله في هاد المزايا. هاد المسائل غنخليها خضرا. هاد خيزو درت ليه نص سلقة، وهادو غنطيبهم دابا ان شاء الله. اذا غنشكل الكريصات ديالنا ديال المسمن عاديين ان شاء الله، نتلاقاو باذن الله. هيا العجين بعد ما ارتاحت ليا حربلتها، ونقطع ان شاء الله الكريصات ديالي قياس واحد. العجين راه درت فيها شويه ديال الخميره، القاعده العامه اللي معروفه ديال العجائن. غطي بلاستيك غذائي ونبقى حتى نكمل كلشي. هنا الجبن او ريكوتا، غنحاول ناخذ القياس اللي غنحتاج باذن الله، ومليحه لان هذا جبن مسوس، شويه الملح، غنزيد نسمو بشويه الزعتر البري، ها هو، وكذلك شويه السالميه، راهم مفيدين للصحه، سبق لي تكلمت على الفوائد اللي فيهم. حنا كنقلبوا على اطباق صحيه، خاصه الانسان كيكون صايم خاصو يحاول انه من يفطر باطباق صحيه. ما كرهناش الناس ولات تولي حياتنا العاديه، انا دائما ندير اطباق صحيه. غنخلط هادشي ان شاء الله ونطلاقا. الطريقه قرصت الاولى، درت فيها شويه ديال النشا، او ممكن ديروا فيها شويه ديال الدقيق وديال الفورس. غادي وحده على وحده ان شاء الله تعالى. وغنحاول ان نطلقها. لا لاحظتوا راه ما كنكثرش الزيت، ما غاش نستعمل الزبده نهائيا لان كاين الجبن. بسيطه ومعتاده عند الجميع. نحاول ندير وحده على وحده، ونحاول ان شاء الله نخليها ترتاح
غنمشي للاخرى كذلك نفس الطريقه. ندير شويه نشا او الفرينه اللي عندكم. وغنبقى حتى نكمل هادشي ان شاء الله، وريتكم ثلاثه نبقى ان شاء الله حتى نكمل العجين. غناخذ شويه الجبن بعد ما سرحتها مستطيله، ونحاول انني ندهنها كامله. اختي ما تنسيش، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، خاصه هذا رمضان الاشغال ديالو كثيره، و واخا راها ثقافه عندنا شويه مغربيه شويه ماشي في محلها، رمضان راه للعباده ماشي لان المراه تبقى واقفه النهار كامل في الكوزينه، ولكن العادات وكيكونوا الوليدات كل واحد باغي شهوه، كل واحد باغي حاجه، كل واحد مشحي حاجه باغي كتبغي تلبي كاع الرغبه ليهم كاملين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، الله سبحانه وتعالى غيبعثك جنود مجنده اللي غتساعدك في ديك الاعمال اللي غتقومي بها، زياده انك عندك اجر ديال افطار الصائم وعندك اجر وثواب هذا العمل. الا بغيتي الله سبحانه وتعالى انه يكون عباده، حاولي انك تذكري فيها الله سبحانه وتعالى، راها خير وبركه وراحه نفسيه وطمانينه، وكذلك كتحسي براسك بانك كملتي الخدمه، الشقة ديالك كملتيه بالزربة، أي شقة أي حاجة باغا تصاوبيها لو كتحسي براسك بأنك صوبتيها بالزربة. ها هو الجم ديال درتو كامل، وشرائح متقعدة بحال هكدا، ها هما تلاتة مقعدين، هادي حاولت أنني نديرها شوية كبيرة. وغناخد خيزو ديالي كيبان ولا ما كيبانش، نحاولوا نديروا كل قياس واحد. ممكن اختي بلاص خيزو ديري صوصات ماشي مشكل، نحاول انني بحالكا نسدو. بعد ما سديتو غناخد سكين غنحاول نقطعو على هاد الشكل، راه قلت لهم بانهم سلوق، طريقه اختي باش ديريها لوليداتك راه كاينه مسائل كثيره، ولكن الليلة حي الله ما بقاش الخاطر ديال بنادم كيكبر شويه وعاوتاني كتكون عنده داز من شي مراحل شويه صعيبه. لا اله الا الله محمد رسول الله، صعيب انك غنجي لهاد القرعه غنحاول انني نديرها هنا في النص، ما كانت متساوية مزيان. غنغطيها عشي شوية، العجينة تحاول تكون رقيقة لأن اللي كانت غليظة، أنا مهم ما كتعجبنيش العجينة تكون غليظة، كتجيني باقا بحال معجنة. أنا سبق لي قلت لكم العادة اللي وغادا نبدا نلوي بحال هكا، على هاد الشكل كذلك غنجي هادي
حاولوا تشوفوا قطع اللي متساويه باش تجيكم لا في المنظر ولا في الطياب طيب لكم مقاده. مشات السنين اللي كان بنادم اللي كان الانسان كيعجبو يدير هادشي لا حول ولا قوه الا كل سن وشكل ديالو. كان الانسان كيحس بواحد المتعه واحد اللذه. انا دابا بغيتها انت نكملهم واحد المتعه واحد اللذه انه كيخدم هادشي. ناخذ الاخرى حتى هي كذلك وناخذ انا نشكلها على هاد الشكل. ديال العجين ها هو بسطته هنايا درت فيه شويه ديال الجبن غنحاول انني ندير فيه هاد الدائره. هادو كتحاولوا ديروهم مختلفين غنحصلوا على هاد النتيجه. انا ما عنديش لي مول كبار لان هادي كتبغي دير في مول هي اصلا كدار وحده في مول كبير حنايا قلال قلت غندير نديرهم صغار اصلا. المهم هادي هي الفكره ديريها انت عائليه في المول ديال الكيك راح تجي مزيانه. هذه هي الفكرة أنا عطيتك الفكرة ديريها في مول كبير ديري وحدة عائلية تجي. أنا درت هذه فردية راها كتجي الفكرة أنا عطيتها لك راها كتجي رائعة. بقى لي عرش عليها مليحة بحال هكذاينا صافي ودخل الفران. هذه هي الطريقة الأولى. هاهي صوبت وحدة هنا هاهي صغيرة حطيتها هنايا هذه هاهي هي كذلك دهنتها بالجبن. هذه سيد دهنتها بالجبن هاد الجوج غندير خيزو غنقطع بعدا العجينة ديالي غندير خيزو بحال هكذا نغطيه كامل. غنجي لهادو غنقطعهم تاهما شرائح غنديرهم ثلاثة شرائح خرجوا أربعة شرائح. نحاول نفس الطريقة الأولى اللي درت نحيدو هادو من اللولين كنتنيو شوية العجينة على هاد الشرائح بحال الطريقه ديال التفاح لي طارت ديال التفاح اللي كنت خدمت معاكم من قبل بحال الطريقه. هادوك حلوين هادو مالحين غندير كذلك. سكين غنقطعه الا كان صوصات من الاحسن الصوصات كيجيو مزيان ولكن انا ما عنديش الصوصات قلت غندير في بلاصتهم خيزو قلت نديرهم خضر